اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. يا أمولة الشبدة من اول كلمه. أمولة تسلم عليكم برشا برشا وتقولكم طريقة السلامة للجميع. شوي آخر باش سماكم أول قهوة، شوي آخر باش تسمعوها، ولكن قبلها نمشي ديقة ديقة للمرشية. كابتي المرشي سيلوت في الرياحي، نرحب بك برشا، مرحبا. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معك. الله يخليك، يعيشك، ربي يخليك يا سيلوت في الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كالمعتاد. اليوم ناخذ من عندك الأسعار بما يخص الخميس 26 أكتوبر، تفضل. بالنسبة للأسعار كما تفضلت، اليوم حافظت تنجم تقول مكثر المواد على نفس الأسعار، لكن القعد اللحوم الحمراء في نسق تصاعدي حكاية 40 دينار، العلوش 38، هذا إجمالي، لكن لاحظنا زيادة في مواد التنظيف وفي مواد أخرى كما ماكينات الحجامة بالنسبة للرجال وغيره. هذا زيادة ما نستغرب، ونحن الزيادة هذه اللي ما هيش مبرأ بطريقة كون ما ثماش حتى أي مركب ولا حتى أي منتوج زاد في المنتوجات هذه، وهذه على ذاك ديما نقولوا نحن راهو نحاولوا كيفاش نهيكل الأسعار بطريقة تحديدة على سقف لهامش الربح، وهذا المفسد باش نجموا نتحكموا في الاسعار. ثم زياده في مواد التنظيف، ثم زياده في المواد نتاع التجميل بالنسبه للرجال كما ماكينه الحجامه وغيره، البارفانات، هذم الكل زياده لاحظناها في الاسبوع هذا، وهذا زاد كي يقلق. يعني تواصلت الزياده هذه طيله الاسبوع ولا والا كان معمول في الاسبوع هذا؟ لا، بدات في الاسبوع هذا بدات الزياده وباش تتواصل اكيد، فهمتني؟ اما الزياده هذه دون مبرر. دون مبرر، دون مبرر، نحن نستغربوا على خاطر قانون المالية والحاجة مازال ما معناتها المشروع نتاعو مازال، مازلنا ما ثماش حتى زيادة لا في الطاقة لا في الواحد، زيادة هكاكا فهمتني، لا في معالم الديوانية لا في حتى شيء، دونك هنا الزيادة هذه نجم نعتبروها زيادة مشطة وغير مبررة. واضح، واضح جدا، يعطيك الصحة سي لطفي، شكرا ليك على التواصل، مشكور من جديد. يعيشك، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. تقريبا قاعدين نلاحظوا في ارتفاع في بعض المنتوجات على غرار كما كان تفضل وذكر لنا سي لطفي، على غرار يعني الخضرة والغلة واللحوم الحمراء الأكثر هي اللي فيها الارتفاع، بعض المواد كذلك قاعدة تشهد في ارتفاع مشط زاد للغاية. كان هذا كبتي المرشي، وشوية آخر باش